السيلندراج دلال سيلندراج. انا راح اسوي مبالغات، ليش اسوي مبالغات يعني؟ ليش اسوي مبالغات؟ شايفين احنا من اصحاب التوب 1 متربعين كده ونايمين على التوب 1، تحسون بلاغ على شوي حسرة على كم متابع داخلين عندي. اي والله يلا اللي عندي تكبيس تكبيس مسا الورد. ما بدخل تحديات بعد شوي، كنت برقد قلت خلنا افتح لي شوي اسولف استانس. هيك بلاغ، شو بلاغ؟ الله يبلغوا عليك سيارة معصعصة. يا معصعصة يعني كلكم نفس الشيء، اللي تحط حتى لو مسوي حجاب، اللي تحط مانيكير وضوافرها الطول وروج في شفايفها وداخلة ببيجامتها وبتوبها بدون عباية يعني متحجبة، نفس الشيء. ما أسكر قليله فكثيره حرام، نفس الشيء. سواء اللي حاطة شيلة ولا ما حاطة شيلة، ما تحط روج على شفايفك حاطة مانيكير بجكير بيت يلا وقاعدة كده تسولفين مع الرجال، طالع عندك في اللايف كم واحد، نفس الشيء. يعني حكمك انتي احنا النار وانتي الجنة، نفس الشيء. كل واحدة طالعة فاتحة لايف تسولف مع الرجال، نفس الشيء. اللي يشوفوك كل النص كلهم حريم، داخلة قاعة الحريم انتي معزومة عرس، اللي طالعونك اغلبهم رجال وحريم، واكيد فيهم كم راجل فوق 100، اذا عندي 200 ممكن 100 او اكثر رجال، او انهم يطلعوا احنا متحجبات ملتزمات، نفس الشيء نفس الشيء. مكشوفة على رجال، مكشوفة طالعة لايف تسولفين مع الشباب، اللي يشوفوك رجال في اللايف انتهى الامر. ما خلاص لا تستشرفين على العالم. المحترمة واللي تقول ممكن تقول انا محترمة ما فاتحة لايف، وممكن تسوي شيء افظع من اللي فاتحة لايف، اش درينا احنا؟ دخلت مسوي حجاب روج احمر شفايف يقول اشارة المرور، مسوين شيء لابسة توب بدون عباية وقاعدة تسولف، والمتتبعين والمكبسين نصهم رجال ومطوعة. خلاص يا حلو ترى نفس الشيء.